الإمام هو الذي جعلت له الإمامة باتفاق الجمهور، باتفاق الأمة، وهكذا تكون الولاية أو الخلافة. هذا أمر مطروح للناس وليس اختيارا من عند الله عز وجل. الاختيار والاصطفاء يكون في جانب النبوة والرسالة. لا يوجد لا في القرآن ولا في كلام النبي أن الخلافة مرجعيتها بشرية، إنما قلنا شأن البشر ليقوم الناس بالقسط. الخلافة أصلها وفصلها وامتدادها لا شأن للناس فيه، وهذا إذا ما رجعت من أول كتاب الله إلى آخره، كل الآيات تتحدث عن الخلافة والاصطفاء الإلهي. وحينما يأتي الحديث عن المهدي سلام الله عليه فيبعث الله، لاحظ بعث، هذا يتوافق تماما، إني جاعل في الأرض خليفة، من هذا استمرار، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، استمرار لهذا الجعل والاصطفاء. أو بعث الله لهم من ولدي يملأ الأرض قسطا وعدلا، يعني هذا إنسان متكامل فيه قابلية والقدرة على إملاء الأرض. لماذا؟ لأنه خليفة. لذلك حينما تأتي الروايات تتحدث أن هناك رايات فيها المهدي، فإن فيها فيجب على الناس نصرته، فإن فيها خليفة الله المهدي، هو خليفة لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ليس بالضرورة أن يبعث نبيا، فإن الله اصطفى مريم وليست بنبية، إن الله اصطفى طالوت ملكا وليس بنبي.